بس بالظبط هتتعود. بالظبط، ده اللي انا قلته. يعني وقت الفرح كانوا بيتكلموا على الفرح، وبعد كده اتكلموا على فستان الفرح، وبعد كده اتكلموا على الهانيمون بتاعنا، وبعد كده اتكلموا عن كل حاجه. لكن كنت في الاول بركز، وبعد كده وهي كانت في الاول بتركز جدا، قلت لها لا كبري دماغك هتتعبي. لو انت بتركزي ازاي بقى؟ لا كنت انا من النوع اللي بقعد اقرا كل حاجه، فلا جه وقت حسيت انه ده ظلم ليا وظلم ليه، فيعني يا هنلاقي حل، بس هو كان اقوى مني بصراحه، يا اما مش هينفع مش هنقدر نكمل، او انا كنت ضعفت في الوقت ده ان انا شايفه ان انا بتظلم على حاجه عملتها قبله، سواء كانت صح او غلط ماشيه مع عاداتنا وتقاليدنا. انا في الاخر كان عندي 18 سنه، يمكن ببص لها بطريقه تانية دلوقتي، يعني عمري مثلا ما هدخل بنتي حاجه زي دي، كنت لسه بس بسألك. اه لا عمري، هي حاجة علمتني حاجات كتير ووصلتني للي انا فيه دلوقتي، بس عمرك عشان ابو البنات مش هيوافق، ولا عمرك عشان انتي مقتنعة انك لا تخلي؟ بعيد عن شخصيته ان هو اكيد مش هيوافق، بس انا شايفة لا مش هحطها في حاجة زي دي تاني، او انا عديت بسببها بمشاكل، لا مش عايزة احطها، لانه فعلا هي مش ما تمشيش مع عاداتنا وتقاليدنا، بس انا ما كنتش شايفة كده في الوقت ده، بتتظلم البنت اللي بتخوضها بتتظلم كتجربة؟ كده كده جواها، يعني بغض النظر انها عرضة لستريس نفسي جواها ان انت مش هتكسبي، لو اتس فير ان انت تكسبي فانت مش هتكسبي. انت امتى حطيت في دماغك ان يارا كانت ملكة جمال، وامتى شلت ده؟